رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم فيديو راح يكون تركيب السحاب الجاكيت. الفيديو قبل هاي كانت الفك السحاب. حابب بس انوه على شغلة، الفيديو اصدقائي صار فيها مشاكل بعد ما صورت وتعبت فيها، جيت لأحسف الملفات الزيادة عن متراكم عندي بالتليفون، صرت احذف. انا حذفته عن طريق الجوجل طبعا، ولا انحذفت الفيديوهات اللي انا سجلتهم كمان. وانا كنت انه معتقد انه الفيديوهات اللي انا سجلتهم هن تبعوت الفك، يعني على اساس طلعوا تبعوت التركيب السحاب. للاسف هيك صارت والله، وبعتذر منكم على التصوير، حيكون فيديو شوي هيك صعب عليكم. على كل حال في عندي بس لسه بايام فيديو، وبعد نهايه الفيديو طبعا السحاب هيك صارت، شايفين هيك هيك صار الشكل. طبعا اول شيء بدنا كباس مثل هاي نفسي. هون الصغار بنجيب الطرف الثاني بنعمل لها هيك، شايفين بنجيب الصابونة العلام بنعمل لها هيك مثلا هيك، هون بتعلموا عليها هون عشان الطرف الثاني يجوا مقابل بعضهم. هون مثلا هون كمان هيك هون العلام نجيب على هاي الدرجة. Bye.
هون طبعا اصدقائي خلصنا لتركيب السحاب. هلا هون كل المطارح تسكر، كيف بدنا نقلب القطعه على القفاه على الوجه، عفوا على الوجه. مطرح ما فتقنا اول شيء بدايه الفيديو هون من كم، شايفين هاي الكم هون الفتحه، ومنقلبها على الوجه. شايفين اصدقائي هلا هيك ركبنا السحاب، هلا بندرز لدرجة الوجه كمان وبطلع هيك قطعة خالصة. اصدقائي بنجيب شقفة فازلين، شايفين هاي شقفة فازلين، لانه المكنة ما بتمشي على الجلد، بنحط لها هيك شوية زيت، شايفين هيك بس هيك شوي. نجيب القطعة نعملها هيك من فوق هيك، بس هيك الفيديو اصدقائي. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، شكرا لكم، ما تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. الى اللقاء.